دافنا طيبة فينا معد لازم يبان. فينا طيبة فينا معدن لازم يبان. الله على تضحية سفينة وصفات نية ناس
اهلا وسهلا مشاهدي قناه شوف تيفي، ومرحبا بكم مره اخرى في حلقه اليوم من برنامج مع المغاربه العالقين سواء بالداخل او بالخارج في زمن كورونا. اول شيء كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، كنتمنى انكم تكونوا ملتزمين بالتعليمات ديال الحجر الصحي وفي الديور ديالكم. اي واحد مرض له شي واحد بسبب فيروس كورونا الله يشافيه، واي واحد فقد شي عزيز بسبب فيروس كورونا الله يرحمه والله يصبركم جميعا. اكيد كيف كنقولوا ديما حنا كنعيشوا واحد الوضع اللي هو استثنائي جدا بسبب الاجراء الاحترازي اللي اتخذه المغرب من اجل مواجهه تفشي وباء كورونا، واللي كان هو اغلاق الحدود مع جميع الدول، الشيء اللي تسبب في مآسي كثيره بالنسبه للناس اللي لقاو راسهم بعاد على الدور ديالهم على عائلاتهم على اولادهم على الخدمه ديالتهم. وكنهضر هنا على الناس اللي كانوا عالقين بالمغرب، يعني داخل المغرب او خارج المغرب. احنا في هذا الخصوص تلقينا واحد العدد كبير من الاتصالات ومن الرسائل، الناس كتشكى كتقول بانه صعيب عليها الحال، خاص الدوله تلقى شي حل، خاص الحكومه تلقى شي حل. الناس بيناتهم مسنين، بيناتهم حوامل، بيناتهم اطفال، بيناتهم مرضى، الناس الفلوس ديالها تسالات او في طريقها الى النفاد. لذلك قررنا اننا نفتحوا هذا النافذه باش هكا نتواصلوا معكم مباشره ونقلوا الاسئله والتساؤلات والمشاكل ديالكم للمسؤولين الوزارتين الوصيتين، نوفيكم بالاجوبه. غادي كذلك نذكر بان حلقه اليوم غادي فيها سؤال، واللي تنتمناو انكم تتصلوا بنا على هذا الاساس ونشوفوا الاجوبه والاراء ديالكم بخصوص التصريح الاخير لسعد الدين العثماني رئيس الحكومه، واللي قال بانه ما عطاش واحد التوقيت محدد للشروع في الترحيل ديال الناس، اولا فان الناس العالقين يبداو يرجعوا لديورهم، ولكن قرنوا بانه ما غادي يكون حتى غادي يترفع الحجر الصحي وحتى يترفع قرار اغلاق الحدود. انتم شنو رايكم في انه المشكل ديال الناس العالقين حاليا متوقف؟ كيف قال السيناريوهات محطوطه قدامه رئيس الحكومه تيدرسها، ولكن ما حددش شنو هي هذه السيناريوهات. بزاف الناس شافوا بان التصريح ديالو كان مبهم، ما واضحش، ما شفاش الغليل ديالهم اللي شافوا اللقاء الصحفي اللي داروا مؤخرا، كيشوفوا بانه ما كاينش حل قريبا كيف تم القول. الناس بحال غاضبه اولا يئسات اولا ما بقى فيها ما تصبر مازال، وبغى توضيح ليكون هكا محدد امتى غادي نرجعوا للجور ديالنا. غادي نعاود نذكر شنو الراي ديالكم في التصريح ديال رئيس الحكومه سعد الدين العثماني، واللي تيقول بانه ما غادي يكون رجوع العالقين الحياه ديالهم العاديه الا اذا ترفع الحجر الصحي، الا اذا ترفع قرار اغلاق الحدود. غادي نذكر مشاهدينا بالرقم اللي ممكن توصلوا معنا فيه على المباشر اللي هو 0616 93 78 35. كذلك غادي نذكر بالرقم ديال الركن الجديد اللي نشأناه في البرنامج اللي هو ركن الواتساب الخاص بالناس اللي ممكن تبعث لنا مقاطع فيديو في حال ما اذا تعذر على الاتصال بنا. الرقم هو 0662 05 08 40. غادي ناخذ اول فاصل في حلقه اليوم ونرجعوا باش نتلقاو اتصالاتكم ونشوفوا الاراء ديالكم بخصوص تصريح رئيس الحكومه. انتظرونا.
وقت الشدة فينا الطيبة فينا معدن لازم يبان. رجعنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى بحلقة اليوم المخصصة للآراء ديالكم حول تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل يومين، واللي قال بأن ما يمكنش المغاربة العالقين يرجعوا الوطن ديالهم إلا إذا ترفع الحجر الصحي وترفع قرار إغلاق الحدود. إحنا يا هنا باش نسمعوا الآراء ديالكم انتما مع الفكرة، أو لك تشوفوا بأنه خصو يكون حل قبل ما يترفع الحجر الصحي ويترفع قرار إغلاق الحدود. غادي نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه على المباشر اللي هو 061-93-78-35، كذلك رقم الواتساب الخاص بمقاطع الفيديو اللي هو 062-05-08-40. كذلك بغينا الآراء ديالكم مشاهدين الكرام بخصوص الجزئية اللي طرق لها رئيس الحكومة مني قال بأن وزارة الصحة، وهنا تنذكروا التصريح ديال الوزير ناصر بوريطة اللي قال بأنه غيكون حل قريب جدا، ولكن قرن امتى غيكون هذا التاريخ ديال الشروع في الترحيل ديال العالقين بالموافقة ديال وزارة الصحة. هو اللي طرق ليه نفسه رئيس الحكومة من اللي قال بأن وزارة الصحة عطات ثلاثة الخطوات باش ممكن أننا ندور نرجعوا العالقين، ولكن هذه الخطوات ما يمكنش التنفيذ ديالها إلا إذا تفتحات الحدود. مشاهدينا بغينا الآراء ديالكم انتم مع أو لا ماشي مع هذا الطرح.
كذلك بغينا الآراء ديالكم حول الجزء اللي قال فيه رئيس الحكومة أن الحكومة المغربية كتواصل مع القنصليات ومع السفارات على برا، وحريصة على أنها تضمن السلامة والحماية والصحة والراحة ديال العالقين. أنه تم مثلا أنهم حضروا أو لا وفروا أكثر من 550 مركز إيواء، كاين الناس اللي استفدت من المأكل كذلك، كي ياخذوا شوية المصاريف. حنا بغينا الآراء ديالكم، وهذا الشيء ماشي أول مرة غادي نسمعوه، حنا سمعناه في الحلقات السابقة. بزاف الناس تيقول لك أه استفدنا، وبزاف الناس بالمقابل تيقول لك ما وصلتنا حتى شي استفادة، ما عرفناش كيفاش نديرو، تنتراسلو ما كاينش الجواب، تمشيو قدام قنصليات ما كاينش اللي تيرد علينا، حتى عبر الايميل ما يمكنش، كاين اللي حتى فكره انه ما تقدتش له الامور عبر الايميل او لا عبر الهاتف، كيمشي للمقر خاصو ما هي وما لونها كيف كنقولوا، مصاريف كثيره غير باش يوصل للمقر القنصليه. بمعنى الناس كتقلب على حلول ولكن بحال مكتفه، ما لاقيش كيفاش دير، ما كاينش اللي غادي يوريها الطريق، ما كاينش اللي غيفيدها، وحتى الا وصلت لديك البلاصه اللي ممكن تاخذ منها المعلومه ما كاينش اللي يتجاوب معاها، ما كاينش اللي يخرج يهضر معاها. بغينا الاراء ديالكم كذلك بهذا الخصوص. غادي نعاود نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه، اللي هو 0661 93 78 35. كذلك غادي نذكر بالرقم ديال مقاطع الفيديو اللي ممكن ترسلونها اياها عبر الواتساب، اللي هي 0662 05 08 40. غادي نحاولوا نشوفوا كذلك بعد التعليقات، في انتظار الاتصالات ديالكم مشاهدينا، واللي ابتداء من اليوم غادي تبدا تخصص الاراء ديالكم حول التصريحات ديال رئيس الحكومه بخصوص الجزء المتعلق بالعالقين البعيدين على البيوت ديالهم، او كيف بزاف دابا كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي ما بقاوش كيسموهم العالقين، تيسميوهم المشردون خارج الوطن. غادي نشوفوا كذلك بعد التعليقات، بزاف الناس تيقول لك دابا نتوما ملي قلتوا انه غيبدا الترحيل بمجرد ما تفتح الحدود وترفع الحجر الصحي، امتى غتفتح الحدود؟ للاسف ما كاين شي تصريح رسمي، حتى واحد ما عارف امتى ممكن الحدود ترفع، وهذا الشيء اللي الحدود عفوا تفتح، ولكن وهذا الشيء خلق واحد نقاش كبير لاحظناه على مواقع التواصل الاجتماعي. بزاف الناس كيشوفوا بان التصريحات ديال رئيس الحكومه كانت مبهمه غير واضحه، زادت وطرت الناس العالقين، وطرت العائلات ديالهم، الياس شويه بدا كيتسلل. ولكن واخا هكاك ديما تنقولوا المزيد من الصبر والمزيد من الامل. اكيد المسؤولين تيشوفوا حوايج اللي ما تنشوفوهمش حنا، وبالمقابل كذلك كاين تساؤلات كبيره بمواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي كيسولوا كيفاش كان الترحيل ديال كيفاش البلدان، بزاف البلدان رحلات الناس ديالها كانوا رحلات استثنائيه، الا حنا ما طراش معنا هذا الشيء، علاش الحكومه المغربيه ما اتخذتش هذا الاجراء. غادي نشوفوا بعد التعليقات، في انتظار الرسائل الاتصالات ديالكم، تقريبا كلها كدور حول انه الناس كتسائل حول امتى غادي تفتح الحدود المغلقه، او لا امتى غادي ترفع الحجر الصحي بالمغرب. غادي نعاود نذكر مشاهدينا بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه على المباشر، اللي هو 0661 93 78 35. كذلك غنذكر بالرقم ديال الواتساب الخاص بمقاطع الفيديو اللي ممكن تصيفطوا لنا من كل بقاع العالم اذا تعذر عليكم الاتصال بنا، اللي هو 0662 05 08 40. غادي نخرجوا فاصل اخر مشاهدينا، ونرجعوا باش نكملوا حلقه اليوم، واللي هي حول الاراء ديالكم على تصريحات الرئيس ديال الحكومه بخصوص العالقين، واللي تيقول بانه ما يمكن تكون الا اذا ترفع قرار اغلاق الحدود. انتظرونا.
فينا طيبة فينا بعد لازم يبان. شفيعة البارحة الوقت القاضي الوقت القاضي الوقت القاضي حرمة سيم الحال. روزة بيضاء روزة بلوفة زيد بالعطفة صفات بيار ملايكة الرحمة نازلين سخرهم المولى الحنين تتشاف العباد عطفة بيضاء فينا طيبة فينا معدن لازم يبان. الله رجف الله مساء ورجال الله رجوف عز المحنة يعطي واللوفة معنا الله على تضحية صفينا وصفة دنيا ناس تخدم الناس رماو الأنانية والحب افتح مجرى الله على تضحية صفينا وصفة دنيا ناس تخدم الناس رماو رجعنا مشاهدينا الكرام غادي ناخذ اول اتصال في حلقه اليوم. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي. للاسف الاتصال غلط السيد ربما خطأ في الرقم.
غادي نذكر مشاهدينا الكرام بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه اللي هو 0 61 93 78 35. كذلك غادي نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه عبر ركن الواتساب والخاص بمقاطع الفيديو اللي هو 0 62 05 08 40. مشاهدينا غادي نحاولوا غادي ناخذوا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نفس الصوت ديال السيد اللي تواصل قبيله ربما غلط في الرقم. نبغيو نذكروا ان الرقم اللي تنعرضوه هو الرقم الخاص بالبرنامج ديال المغاربه العالقين بسبب فيروس كورونا. غادي نعاود نذكر مشاهدينا بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه على المباشر اللي هو 0 61 93 78 35. النقطة اللي كنت باغا نشير ليها مشاهدينا الكرام هو بخصوص واحد الحاجة هي كنشوفوها في النقاش الواسع اللي تيدور في مواقع التواصل الاجتماعي. الناس كتحاول هكا تفكر بشكل يعني بشكل مفصل، تتقول بانه ربما من بين الاحتماليات اللي مخليه ان الاجراء ديال الترحيل ما يتخذش بسرعه، زعما قبل ما يتم الرفع ديال الحجر الصحي او رفع ديال قرار اغلاق الحدود، هو انه اداريا القضيه شويه صعيبه نظرا لانه كاينين ناس اللي ربما ماشي حكمت عليهم الجائحه انهم يكونوا برات المغرب بسبب مهمه مهنيه او بسبب زيارة عائلية أو بسبب السياحة، بل كذلك ممكن تخلط الأمور ويكونوا بيناتهم المهاجرين السريين، كذلك يكون بيناتهم الناس اللي تسالات المدة ديال الإقامة ديالهم، أو الناس اللي بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب هذا الكساد قرروا أنهم فجأة بغوا يرجعوا للبلاد بدون ما يراعيوا الظروف اللي احنا عايشينها. أكيد كيكون واحد الدراسة مفصلة لكل ملف، هذا ربما كيتطلب وقت. هذه من بين التفسيرات اللي كاينة، كنتمنوا أنكم كذلك تعلقوا عليها أو لا تعطيونا التفسيرات اللي طاحت لكم على البال بمجرد سماع تصريح ديال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يقول بانه كاينين الناس كتقول بانه كاين هاد الملفات بحكم انها كثيره خاص واحد كدراسه مفصله لكل واحد، باش هكذا ما يكونش انه يكون تطبيع مع الهجره السريه او خرق للقوانين. راه ما ساهلش ديال ان كلشي باغي يرجع هكذا. الناس اللي ما من حقهمش، اللي ماشي عالقين ما من حقهمش يضيعوا الفرصه على ناس عندها حياتها هنا. ماشي حكم على الكساد انها ترجع البلاد، ماشي تسالات الاوراق الاقامه وجات مع كورونا، وماشي مهاجر سري. الناس اللي مشات مسكينه تقضي غير غرض اداري او دير سياحه او تشوف غير ولدها ولا بنتها ولا امها ولا ما نعرف شنو زياره عائليه، تحكم عليها بعيدا على دارها على خدمتها على وليداتها انها تكون عالقه في شي بلد. ما يمكنش شي تخاد بذنب شي او شيء بين قوسين كيف كنقولوا بالمغربيه يحرمها على شيء. اكيد كاين واحد الدراسه مفصله لكل ملف، كيف كنقولوا ديما حنا تنشوفوا بواحد النظره مبسطه، ولكن المسؤولين كيكونوا عارفين شنو طاري. واكيد كون كان سهل الحل ديال ان الناس ترجع في اقرب وقت، وكون كانت هكا اجراءات بسيطه ما غيكونش هكا داك الناس اللي كيستغلوا الوضع، الناس اللي كيتسلوا، الناس اللي كيتخلطوا، الناس اللي تيبانوا بحاجه من غير انهم عالقين. اكيد ما البلاد ما تفرطش وليداتها وربما غيرجعوا في ساعه، ولكن اكيد كاين شي حوايج حنا ما عارفينهمش هي اللي معطله هذا الاجراء. كذلك الاجراء الاقتصادي ما ساهلش ديال انه تجهز طائرات بكل ديك التكاليف اللي فيها، التاشيرات، الصيانه، الوقود، الناس اللي غيخدموا، الامان ديالهم هما بحد ذاتهم، بزاف د الحوايج، التحاليل، الاجراءات الاوليه ديال بنادم واش يتاكد واش هذا مصاب واش فيه العلامات، ما ساهلش لا اداريا لا تدبيريا لا اقتصاديا. الامور صعبه نوعا ما. بزاف الناس يقول لك انا جاي من بلاصه ما فيهاش مثلا المرض او لا فيها، انا غير ديوني وديروا لي الحجر، وكياخذ الامر بشكل هكا انفرادي، كيشوف غير راسه ما تيشوفش انه راه هو جزء من الكل، وانه ملي غيجي في رحله راه هو ضمن ازيد من 27 الف عالق كيف قال رئيس الحكومه. 27 و500 هذه زعما كاين ما اكثر منا، اكثر من 27500 عالق. دونك نحاولوا نشوفوا الامور ما
اكيد بزاف الناس غيقول لك حطي راسك في بلاصه داك الانسان اللي عالق، اللي نفسيته متعبه، اللي ما لاقي ما ياكل ربما، اللي باقي ما استفدش. الله يحسن العوان، وهاد النافذه ما تفتحت الا باش تسمع ليكم وباش تنقل المشاكل ديالكم والمآسي ديالكم. ولكن حنا كنحاولوا غير كنتناقشوا دابا، واي واحد كيبان له شي تفسير في التصريحات ديال رئيس الحكومه يقولها، يبان له فين كاين المنطق وفين ما كاينش المنطق، فين كاين الصواب، فين الحوايج اللي تقالوا مقبوله، فين الحوايج اللي تقالوا ما قادرش يستوعبها. كذلك الراي ديالو بخصوص انه ما غيكون حتى شي شروع في الترحيل الا اذا ترفع الحجر الصحي، والا اذا ترفع قرار اغلاق الحدود. تفتحت الحدود يا مرحبا، ما تفتحتش الناس غتبقى عالقه. شنو الاراء ديالكم بهذا الخصوص؟ غادي نذكر مشاهدينا بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه على المباشر، اللي هو 06 61 93 78 35. غادي نخرجوا فاصل ونرجعوا باش نواصلوا. متابعينا انتظرونا. مشاهدينا الكرام، غادي ناخذ اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اختي بخير. الحمد لله سيدي، مرحبا. معك يونس من بيت القنيطره. مرحبا سي يونس. اختي عفاك، حنا كنعانيو دابا، كنشوفوش المشكل ديال الناس اللي عارفين خارجين من برا البلاد، كنشوفو حنا المشكل اللي حنا واقع علينا دابا. حنا في البلاد كاينين الناس اللي عارقين ما بين المدينه ومدينه، ما بقاوش كيفاش ينتقلوا للمدينه ديالها. شفتي الموضوع ديال الحلقه ياك؟ شفتوه. طبعا كنتمنى اننا نلتزموا به. الا عندك شي مشكل او تساؤل او ملحوظه على التصريح ديال رئيس الحكومه يا مرحبا، حنا هكا عندنا موضوع محدد نلتزموا به، باش هكا ما نضيعوش فرصه على الناس اللي ممكن تتصل وتهضر في هذا الموضوع بالذات. الناس اللي حاصلين غير في المغرب ما بين مدينه ومدينه، هذا اجراء طبيعي. كلنا دابا ملتزمين بالتعليمات ديال الحجر الصحي، كل شاد مدينته. اللي لقى راسو عالق في شي مدينه راه غيصبر، ما عليه ما يدير. هادشي راه جاري علينا كاملين، ماشي عليك ولا عليا ولا على واحد اخر دونا عن الاخرين. ما علينا الا اننا نلتزموا، حيت لا جيتي انت ترجع ولا اخر يرجع ولا اخر يرجع، عرفتي فين غنوليو؟ هادشي ما علينا الا اننا ندعيو ان البلاء يترفع في اقرب وقت ان شاء الله. وقد ما التزمنا بالتعليمات قد ما الحل غيكون في وقت اسرع، وقد ما ممكن ترفع الحجر في وقت اسرع. اما اذا بقينا كنفكروا هكا ديال خصنا نخرجوا ونسافروا ونرجعوا ونمشي ونجي ونعادي وهكذا لا قدر الله، غنوليو في اعداد مهوله. الحمد لله لحد الساعه رحنا الحمد لله، مقارنه ببلايص خرين الحمد لله. راه الاجراءات اللي اتخذت راه جنباتنا تقريبا حسب التصريحات الرسميه اكثر من 200 حاله وفاه كانت ممكن تطرف النهار. اتفق معك صح. شكرا على الاتصال ديالك. الله يبارك فيك. امين. شكرا على الاتصال ديالك. غادي نعاود نذكر مشاهدينا الكرام بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه، واللي خاص بالناس اللي عالقين سواء داخل المغرب وعايشين على برا، أو لا عالقين برا وعايشين في المغرب، اللي هو 06 61 93 78 35. كذلك غنذكر بالرقم ديال الواتساب اللي هو 06 62 05 48، وهذا متعلق بالناس اللي ممكن يبعثوا لنا مقاطع الفيديو عبر الواتساب من جميع بقاع العالم في الحال إذا تعذر عليهم الاتصال بنا.
غادي ناخذوا فاصل مشاهدينا الكرام مره اخرى ونرجعوا باش نكملوا الحلقه ديال اليوم واللي متعلقه بالاساس بالاراء ديالكم في تصريحات رئيس الحكومه بخصوص العالقين اللي تيقول ما غيبدا الشروع في الترحيل ديالهم حتى يترفع قرار اغلاق الحدود. قبل ما نخرج فاصل غادي ناخذوا اتصال من فرنسا. الو السلام عليكم. السلام عليكم اختي. مرحبا سيدي. مرحبا بك جنة وعشركم مبروكة. أهلين وعليك الله يبارك فيك. نبغي أختي على المباشر. لا على المباشر مرحبا. شفتي الموضوع ديال الحلقة ياك؟ واه شفت أختي الموضوع ديال الحلقة شفته. مرحبا سيدي. بغيت غير نقول لك على القرارات اللي خداها من الرئيس. كيف جاوك؟ بأن من قرار حضر باقي ما خطأ ما عندوش تصريحات حتى القضية ديال الحدود راه ما غاديش تحل دابا. نعم الحدود ما غاديش تحل دابا الساعة. حنا عندنا فرنسا حنا بالونا نفس المشكل الحدود. حنا نقول لهنا وهادو اللي عندهم المشاكل ديال التسالات ديال الفيزا راه عندهم هذاك الشيء مجدد اوتوماتيك. غير ما يخافوش هذاك الشيء عندهم مجدد حيت حنا عندنا فرنسا ان شاء الله غادي يطلقونا. عافاك الا ممكن غير تنقص الصوت شي صوت حداك ما كيخلينيش نسمعك مزيان. لا ما تنقصش الصوت. الو كتسمع الصوت؟ كمل لي اسمح لي كمل. قلت لك حيت حنا عندنا ان شاء الله غدا فرنسا غيطلقونا. غادي نخرجوا. كيفاش غتخرجوا؟ غادي يحيدوا لنا الحجر الصحي ان شاء الله يا سيدي ربي. هاد غادي يكون واحد الاحتياطات ولكن غير حاجه وحده اللي ما يفتحوش هنا هما الحدود. اوكي الحدود غادي يبقاو مغلوقين ما بين اوروبا والمغرب العربي كامل ماشي غير المغرب راه كلشي. غادي نقدروا نسافروا غير من اوروبا لاوروبا ولا لا تلقونا في فرنسا غيتلقونا نقدروا نسافروا في المدن. اوكي بحال قلتي نسافروا من الدار البيضاء نمشيو للرباط نسافروا ولكن خاص تكون عندك حجج. انت ماشي عالق انت عايش في فرنسا ياك؟ يا اختي. اوكي حنا راه قالوا لينا لهنا ما نقدروش تساعد الحدود راه ما يفتحوش لينا راه ما كاينش اللي غيخرج كيقولوا لنا حتى لشهر تسعود. اوكي عاد على كتاب الله يفتحوا الحدود اما الساعه ما كاينش الحدود الا غادي يحيدونا غير الحجر الصحي غادي نبقاو ندورو غير في فرنسا ما نخرجوش منها. اوكي عطاونا واحد المسافه ديال 100 كيلومتر ندورو فيها. الله يرفع البلاء علينا وعليك اخويا. امين اختي. غير الناس اللي حيت كنشوفهم كيقولوا كيمشيو قدام القنصليات الفرنسيه ولا الايطاليه ولا الاسبانيه راه ماشي المشاكل ديال المغرب راه المشاكل جايين من اوروبا حيت اوروبا ما باغاش تفتح الحدود. اما الناس هذوك الساكن راه غادي يبقاو تسنى حتى الله يحيد هذا الوباء هذا. امين. اما هو الحجر الصحي ان شاء الله الا كتب الله لقينا حيين غدا ان شاء الله راه حنا غادي يخلونا نخرجوا. ان شاء الله ان شاء الله ونقدروا نسافروا من المدن المدن غير المشكل غيبقى حيت كاينين شي مدن تحيد منها البلاء ما فيهاش الحمد لله وكاينين شي مدن باقي فيها تما غيكونوا الاحتياطات. اما ان شاء الله راه الناس غادي كانوا في المغرب واحد اللي غيقدروا يسافروا من المدينه لمدينه على حسب قرارات غتاخذهم ياخذهم رئيس الدوله. عندك شي مشكل في الصوت كيتسمع صوت ما عرفتش واش عندك شي مشكل في الهاتف. اوكي حتى انا نعاود نقطع ونعاود. واخا وشكرا لكم شكرا لكم وعشتكم مبروكه. مرحبا غير نصبر شويه ان شاء الله وغيدير الله اللي فيها الخير ان شاء الله يا سيدي. شكرا كنعتذروا مشاهدينا على الصوت اللي كان مرفوق بالاتصال ربما كان عنده شي مشكل. غادي ناخذ فاصل مشاهدينا ونرجعوا باش نكملوا حلقه اليوم انتظرونا.
مشاهدينا الكرام، غادي ناخذوا الاتصال الموالي في حلقة اليوم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي، مرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. رمضان مبارك علينا وعليك سيدي، الله يبارك فيك. يبارك فيك. شفتي الموضوع ديال البرنامج ديالنا؟ اه شفتو، وعلاش بغيت نشارك معكم حتى انا. مرحبا. مرحبا اختي. للاسف قطع الاتصال، كنتمنى انه يعيد الاتصال بنا. غادي نذكر فقط بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه، اللي هو 06 61 93 75 35. هذا الرقم ديال الناس اللي باغيين يشاركوا معنا على المباشر. كذلك كاين الرقم ديال الواتساب الخاص بالناس اللي باغيين يصيفطوا مقاطع فيديو اللي كنبتوها كيف بتيناها في الحلقات السابقه، اللي هو 06 62 05 48. غادي ناخذوا اتصال اخر. غادي نقول الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، معكم جميله من ايطاليا. مرحبا لاله جميله، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم، بارك الله فيك. عندنا شرف كبير باش نسمعوا الاستاذه بشرى. والله الله يبارك فيك، شكرا. موضوع والله الا الموضوع مهم بزاف بزاف بزاف. بغيت غير نشارك معكم الفرحه ديالي. مرحبا، فرحينا معك. والله مرحبا. شوف، انا البارح حنت يلاه طلقوا لينا هاد السيمانه، طلقوا لينا الحجر الصحي ما بقاش. تتخرج ممكن تشوف العائله ديالك في واحد المنطقه وحده اخرى. يعني ممكن تمشي لعند ولدك ولا باك ولا امك في واحد 100 ولا 200 ولا 300 كيلومتر. غير خاصو يكون عنده، خاصكم تكون علاقه اسرويه انتيني، اولا الجده ديالك، خاصها تكون واحد الموتيفو، واحد باش راك غادي، يعني حجه باش راك غادي، اولا الخدمه اولا الصحه، تمشي لواحد المستشفى واحد اخر. تقولي لنا هذا الشيء. هذا اللي الفرحه اللي بغيت نقول، هو البارح كانت عندي واحد الفرحه كبيره بزاف. ابخي واحد من بعد شهرين وعشر ايام جات عندي بنتي، عنقتها، يعني كانت واحد الفرحه اللي بكيت بها بزاف. قبل لا تجي انا بكيت باش ما تشوفش اني راه كنبكي. عرفتي يا استاذه بشرى، شهرين يا اختي وعشر ايام على 50 كيلومتر 50 كيلومتر ما تنشوفش بنتي في ايطاليا. تصور. الحمد لله، الحمد لله على سلامتها. وعندها بنيته صغيره، انا خليتها ما كتقولش عندها 9 شهور، بدات تقول يا نو نو هي نونا نو نو. عرفتي واحد الفرحه كبيره استاذه بشرى. الحمد اللي لله. كان عرفتي والله ما نكذب عليك، في ذاك الوقت تفكرت كاع الناس اللي هما مشدودين تما ما لاقينش كيفاش يجيو. غتنقول لهم والله حتى غيجي الوقت، غير صبروا، غادي يجي ان شاء الله الوقت، غادي نسعل. هانتي دابا بداو كيفتحوا بشويه بشويه، تماما بداو تي الحمد لله، المطارات الداخليه بداو تيحلوها. يعني هما على معلقين بوزاره الصحه، مني وزاره الصحه تشوف بان لا سيتياسيون ديال هذا الفيروس نقص، راه غادي تحل، نقص بزاف راه غتحل ياك. والحمد لله كنشوف المغرب انه، عرفتي استاذه بشرى، غنقول لك واحد الحاجه، شنو هو السر عندكم في المغرب؟ تبارك الله، وصل عنبي للاطباء عرفوا لهذا الفيروس هذا. تبارك الله عليهم، تبارك الله على الاطباء ديال المغرب، وحق الله العظيم المغرب ماشي مزيان. الحمد لله، تبارك الله، والله العظيم الحمد لله الحمد لله. كنتمنى يا ربي تحل الحدود، والناس اللي كاينين خاص غير الصبر استاذه بشرى، والله غير الصبر. تصور انا 50 كيلومتر ما قدرتش نمشي عند بنتي ولا هي تجي لعندي. يعني شوف هاد الشيء هو داخل الدولة، عاد دولة مع دولة، صعيب بزاف، ولكن بداو تيحلوا، بدات كتفاجأ الحمد لله، بدات كتفاجأ. غير الإنسان يكون عنده الصبر والثقة بالله، غادي يجي واحد النهار وغادي يرجع. كل هالحاجات اللي هي مسالية في الأمينستراتيف، بحال دابا الفيزا ولا شي حاجة، يلاه كتمشي تمشي للقنصليه، راه كيعطيوك واحد الورقه بانها فاليده، بانها مازال ما سالاتش، واخا راه مساليه راه مازال ما سالاتش على حساب هاد
الكورونا فيروس ما يتخلعوش وما يسميتو يجلسوا يقضيو رمضان زويوين يقضيو رمضان مع الاهل ديالهم وان شاء الله غادي يتحل كلشي هو بدا كيتحل هاد السيمانه بدات كتحل المطارات بدات كتحل ديال الداخل والحمد لله تنخرجوا داكشي نشوفوا عائلتنا وداكشي ها هو غيجي حتى الدور ديال برا ان شاء الله يبداو يدخلوا ان شاء الله شويه بشويه ان شاء الله يا وتحياتي الاستاذه بشرى وتحياتي شوف تيفو الله يكبر بك لاله جميله المتابعه الوفيه ديالنا الله يخليك ديما فرحانه مع وليداتك الله يا ابغي عرفتي والله والله قلت انا غادي نشارك كل هالناس نشارك هذه الفرحه باش حتى هما يفرحوا ويقولوا راه الامل في الله كاين كاين ان شاء الله بالله. شكرا بزاف لاله جميله على الاتصال ديالك تحياتي استاذه بشرى تحياتي لاله شكرا بارك هذه خبار زوينه ان الناس في ايطاليا بدا بشويه بشويه كتخرج الناس بداو تيتلاقاو السيده جميله هي واحد المتابعه وفيه ديما تتواصل معنا تتقول لنا الجديد في ايطاليا تتهضر مع الجاليه الايطاليه اللي عالقه هنا تتقول شنو قالت الحكومه الايطاليه شنو القرارات الجديده الحمد لله تجمع الشمل ديالها بنيتها وحفيدتها من بعد شهرين وعشر ايام العقبه لينا كاملين يا ربي اي واحد يشوف يكون في الحضن ديال العائله ديالو يرجع لوليداته ويرجع لخوته اي واحد اكيد 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 محروم من شوفه ديال شي واحد قريب منه احنا غير في المغرب ومحرومين كذلك من اننا نشوفوا العائلات ديالنا والدينا ولخوتنا اكثر من يعني مده طويله ان شاء الله ربي يجمع الشمل قريبا ويترفع هذا الوباء ما علينا الا اننا نلتزموا بالحجر الصحي وبالتعليمات باش هكذا قدما تعاوننا ودرنا اللي علينا قدما النتائج غتبان بشكل اسرع ويترفع الحجر الصحي بشكل اسرع غادي نخرج مشاهدينا الكرام الفاصل ونرجعوا باش نكملوا حلقه اليوم انتظرونا فينا طيبة فينا معدن لازم يبان ناس تخدم الناس رماو الأنانية والحب افتح
وقت الشدة فينا الطيبة فينا معدن لازم يبان. مشاهدينا الكرام، غادي نذكروا فقط بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه على مباشر في الحلقات المواليه اللي هو 0 61 93 75 35. كذلك غادي نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه عبر الواتساب واللي ممكن صيفطوا لنا فيه مقاطع فيديو في حال ما اذا تعذر عليكم الاتصال بنا كيف درنا في جميع الحلقات السابقه، 0 62 05 08 40. غادي نضرب لكم موعد في الحلقه المقبله ان شاء الله. تهلاو في راسكم، مع السلامه.